استمع لهذا المقال الصوتي والمزيد عبر audiolab.com، أول منصة عربية مفتوحة لمشاركة المحتوى الصوتي. سر الأثرياء ليس فيما تراهم يفعلونه اليوم، سرهم مخفي في قصتهم، إنه يتعلق بما يريدون أن يصبحوا عليه وما يجب عليهم فعله لاستغلال ما لديهم الآن. هناك بعض أوجه التشابه بين الخيارات التي تخلق الثروة والخيارات التي تحافظ عليها، لكنها مختلفة بشكل معقد. عندما يريد معظم الناس تقليد الأغنياء، فإنهم يقلدون ما يفعلونه للحفاظ على الثروة والمال، وهذا لا يؤدي إلا إلى الإحباط. إن إدراك هذه الأخطاء السبعة أمر جيد، سواء كنت تحاول اختراق سقف $100,000 أو سقف $1,000,000. لنلقي نظرة. أولا، تحديد أهداف كبيرة. هذا لا يعني أنه لا يجب عليك السعي لتحقيق أهداف كبيرة. أنت تعلم أننا لسنا من دعاة الأهداف الصغيرة، ومع ذلك إذا كان هدفك الكبير كبيرا لدرجة تجعلك تشك في نفسك، فأنت بذلك تسبب الإحباط لنفسك. يعتقد معظم الناس أن الأثرياء بدأوا بأهداف كبيرة، ربما كانت أهدافهم كبيرة لكنها لم تبدو كبيرة بالنسبة لهم. إنهم يعلمون أن تحقيقها ليس مستحيلا، كانوا يعرفون أن لديهم ما يلزم. كان ستيف جوبز وهو صغير يسحرك طوال اليوم بكلمات حول النجاح الحتمي لشركة أبل. كان الهدف كبيرا لكنه كان يعلم أنه قادر على تحقيقه في كل خطوة على الطريق، حتى عندما تم طرده. يضع معظم الأشخاص العاديين أهدافا كبيرة يعرفون أنهم لا يملكون ما يتطلبه الأمر للوصول إليها، وهذا لا يعني أنهم لا يملكون ما يلزم، لكنهم يعتقدون أنه ليس لديهم ما يلزم. إنهم يرتكبون خطأ فادحا، يجعلون رغباتهم أعظم من معتقداتهم. هذا يخلق إحباطا عقليا يمكن أن يؤدي حتى إلى انهيار هائل. وهذا هو المكان الذي يبدأ فيه الناس في السخرية من أهدافهم الخاصة في وقت لاحق. لم أكن جادا حقا في جني $1,000,000. ما يهم حقا في الحياة هو السعادة وليس المال. لا، السعادة هي السعادة، المال هو المال، الاثنان مختلفان. لا تضع أهدافا لا تعتقد حقا أنه يمكنك تحقيقها من حيث أنت. لا تضع أهدافا كبيرة، ضع أهدافا مثيرة بدلا من ذلك، ثم حافظ على حلمك الكبير ودعه يظهر. ثانيا، العلامة التجارية والمظهر. يهتم الأثرياء كثيرا بعلامتهم التجارية للحفاظ على مكانتهم الغنية. العلامة التجارية والمظهر ليس ما دفعهم إلى البدء في المقام الأول. يعتقد الكثير من الأشخاص العاديين أن الأمر يتعلق بالعلامة التجارية الفاخرة والمظهر، لذلك ينفقون الكثير من الوقت والمال على المظهر فقط لاكتشاف أن لا أحد يهتم بذلك. إذا سألت الأشخاص الذين لديهم جماهير ضخمة وتحدثوا على خشبة المسرح، فسيخبرونك أن المرحلة الأولى التي تحدثوا فيها كانت إما في قاعة فارغة أو لجمهور من الأصدقاء والعائلة. إذا كنت ترغب في إقامة أول حدث ناجح، املأه بالأصدقاء والعائلة وحفزهم للحضور. تحتاج الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى العلامات التجارية، ولكن إذا كنت قد بدأت للتو مشروعا تجاريا خاصا بك عبر الإنترنت، فأنت بحاجة إلى التسويق، وهناك فرق بين الاثنين. التسويق هو محاولة لجذب أناس جدد إلى عالمك. العلامة التجارية هي محاولة لجعل الناس في عالمك يبقون، وحث الآخرين على الانضمام. إذا كنت تريد تقليد الأغنياء في أي شيء، فلا تبدأ بعلامتك التجارية. ثالثا، أن تصبح عصامي. إن عبارة الملياردير العصامي أو المليونير العصامي هي من الناحية العملية فقط للبصريات. هناك شيء مشترك بين جميع أصحاب الملايين والمليارديرات، وهو الدعم. إذا كنت تعتقد أنه يمكنك فعل كل شيء بمفردك والوصول إلى القمة، فستتعب وستجد نفسك في القاع بسرعة كبيرة. الأشخاص ناجحون للغاية، خاصة الشباب، هم من صنع الإنسان.
لديهم مدراء ومستشارون ومساعدون، وسوف تندهش من الأشياء التي لا يستطيع معظمهم القيام بها. لذلك عندما تنظر إلى صفحة غلاف فوربس أو بعض المجلات الفاخرة وترى وجوههم الساحرة، فقد تذكر أن لديهم أشخاصا يدعمونهم. إذا كنت ترغب في الوصول إلى القمة فعليك أن تجد قبيلة الدعم الخاصة بك. لا يتعلق الأمر بمحاولة القيام بكل شيء بمفردك، لا ترتكب هذا الخطأ. المزيد من الدعم دائما أفضل من الدعم الأقل. رابعا، الهدوء. كلما زاد المال لديك قلت الضوضاء التي تحدثها. إذا لم يكن لديك المال فمن الأفضل أن تكون مستعدا لإحداث بعض الضجة. الأغنياء الذين يشعرون بالراحة في مكان وجودهم لا يصدرون الكثير من الضوضاء، لكن إحداث الضجيج هو ما أوصلهم إلى حيث هم. وعندما يريدون رفع المستوى للوصول إلى المستوى التالي فإنهم يعودون إلى إصدار الضجيج. آسف لتفجير الفقاعة الخاصة بك، ولكن إحداث الضوضاء يعمل. سيقول المدربون الفم المغلق هو قدر مغلق، ولكن كتم الصوت يبقي الناس في نفس المكان. سوف تضطر إلى إظهار نفسك بلا خجل إذا كنت تريد الخروج من سقف الدخل أو الإيرادات. الهدوء أثناء الغرق من الناحية المالية لا يساعد. خامسا، الحفلات باهظة الثمن. هذا يحتاج إلى القليل من الشرح. نعني بالاحتفال الذهاب إلى أحداث باهظة الثمن للتواصل ومحاولة ترتيب الصفقات. يعمل هذا بشكل جيد عندما تريد العبور من مستوى جيد من الثروة إلى مستوى أعلى. ومع ذلك كبداية غالبا ما تكون هذه مهمة انتحارية. لماذا؟ إذا كنت في الحفلة بسبب ذلك فأنت في وضع غير جيد. يعد الظهور في الحفلات باهظة الثمن خطوة جيدة عندما تكون مركز الحفلة. إنه لأمر جيد عندما يريدك الجميع. من المهم عندما تكون الشخص الذي يطاردك العديد من المحترفين، ولكن عندما تكون الشخص الذي يطارد الأشياء وليس لديك أي شيء يلاحقه الناس من أجله، فإن الحضور في الحفلات باهظة الثمن يعد مضيعة للوقت والمال. يسمع الناس هذه الحكايات من الأثرياء حول كيفية حصولهم على صفقة في حفلة باهظة الثمن، ويعتقدون أنه من الجيد تقليد ذلك، وهو ليس كذلك. السياق هنا مهم. أنت لا تفعل ذلك إلا عندما تكون مطاردا وليس عندما تطارد الأشياء. ولكن إذا تمت دعوتك للتحدث من منصة إلى جمهور فاحرص على فعل ذلك قدر المستطاع. سادسا، إقناع الغرباء بالشراء. إذا لم تتمكن من الاقتراب من الأشخاص المقربين منك الذين يعرفونك للشراء فلا تحاول جذب الغرباء. يرى الكثير من الناس كيف يبيع الأثرياء للغرباء ويريدون فعل ذلك أيضا، لكن في الواقع لا يبدأ الأمر بهذه الطريقة أبدا. يجب أن تكون قادرا على تحويل الأشخاص الذين تعرفهم إلى مشترين أولا. ركز على هؤلاء واربح هناك أولا قبل الانتقال إلى غرباء عشوائيين. سوف يمنحك ذلك الثقة التي تحتاجها. يمكن للأثرياء المضي قدما في الترويج للغرباء لأن لديهم بالفعل بعض البنية التحتية الاجتماعية والسمعة المستمرة. ولكن إذا كنت قد بدأت للتو فعليك أن تبدأ بمن لديك وليس من لا تعرفه. سابعا، التحدث عن الإخفاقات. من الجيد التحدث عن الإخفاقات، وهو أحد الأشياء التي تجعلك ممغنطا كعلامة تجارية. ومع ذلك لا تفعل ذلك عندما لا تحقق أي نجاح. احتفظ بقصص الفشل حتى يصبح نجاحك واضحا. يمكن للأثرياء أن يروا قصص فشلهم ويجذبوا ذلك المزيد من الناس إليهم، ولكن إذا رويت قصتك الفاشلة دون نجاح واضح فسوف يتعاطف معك الناس، وهذا كل شيء. ربما سيتعاطف البعض لكن لن يمنحك ذلك قوة الدفع التي تريدها. احتفظ بقصص فشلك حتى تحصل على تلك الجائزة الكبيرة. في الوقت الحالي احتفل بالنجاحات الصغيرة. الفشل يصد الناس، لكن الجميع يحب أن يرى الرجل الصغير يفوز. كن الرجل الصغير الفائز.